يا أهلين وسهلين وحياكم الله، تعالوا نسوي مع بعض بودينج الشوكولاتة اللي قاعدين نشوفها هالفترة. هبة وصراحة إنه يستاهل التجربة. عندي هنا كيك طبعا جاهز، قطعته مكعبات صغيرة بهذا الشكل، وممكن تفتتونه لو حابين، وأشربه بحليب شوكولاتة برضو الحليب جاهز، طبعا غرقوه ترى يصير ألذ بكثير. والآن تعالوا نجهز للصوص اللذيذ. عندي هنا كوب حليب سائل، أضيف عليه 4 ملاعق كبيرة من النشا، وملعقتين كبيرة من الكاكاو البودرة، و3 ملاعق سكر. طبعا السكر بيكون على حسب الرغبة. أقلب كل المكونات على البارد مع بعض، بعد كذا أشغل النار، ولازم النار تكون هادية مع تقليب مستمر، وبعدين أضيف علبة كبيرة من الجيمر وأقلبها كلها مع بعض. ولا تخافون، هذه التكتلات كلها راح تختفي. وهنا عندي الصوص، بعد ما اندمجت كل المكونات وثقل شوي، أضيف له كوب من الشوكولات شيبس بالحليب. أقلب المكونات مع بعض بهدوء، ولازم النار تكون هادية جدا، وبكذا يكون عندي الصوص جاهز. تبارك الله، ريحته وقوامه وطعمه خيالي. ولو تحبون سماكة الصوص تكون أخف من كذا، زودوا شوي حليب. وعلى طول والصوص باقي حار أو دافي، أصبه مباشرة فوق قطع الكيك. طبعا تقدرون تقدمونه يا بنات دافي أو بارد، زينته بالفواكه. طبعا ممكن تزينونه على حسب رغبتكم. أنا زينته بالتوت الأحمر والفراولة والتوت الأسود. ممكن تضيفون قطع شوكولاتة، وكمان زينته بالفستق واللوز المبشور. طبعا ممكن تحطون فليك مبشور أو قطع شوكولاتة زي ما تحبون. وبس صار البودينج جاهز، سهل وسريع ولذيذ. صراحة من الوصفات اللي تستاهل التجربة، وجدا لذيذ وهو دافي. جربوه وبالعافية عليكم مقدما. للأمانة ما توقعته بيكون كذا لذيذ. طعم الكيك مع الصوص والفواكه والمكسرات، ميكس مرة لذيذ وبطل. لازم تجربونه.